وفيه دليل على أن سنة الصلاة في الجنازة التكبير أربعا، عدد التكبيرات أربعا، وهذا قول جمهور أهل العلم أنها أربعا ما تزيد، حتى أن الحافظ ابن عبد البر نقل الإجماع، وابن عبد البر يتسامح في نقل الإجماع، حتى أن بعض أهل العلم يقولون أن الغالب إذا رأى قول الأكثرين أو قول الجمهور يسميه إجماعا. فعلى كل حال هذا قول جمهور أهل العلم أنها أربعة. قال: وقد خالف في ذلك الشيعة، وقد وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، والحديث في الطبراني، لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسا. وقيل على فرض صحته أن التكبير أربعا هو المتأخر، فيكون ناسخا إن صح الحديث، وهو لا يصح. إن صح أنه كبر خمسا فيكون التكبير أربعا هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ناسخا لما سبق. قال: وروي فيه حديث عن ابن عباس، وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثا، وهذا الحديث يرده. الأحاديث إذا قلنا أحاديث موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما صح إلا أنها أربعة، لكن نقل عن بعض الصحابة أنه كبر خمسة وأنه كبر ثلاثة، هذه منقولة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن يقال في هذا المقام لعله لم يبلغهم الحديث أو نحوه. والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم مع فعل الصحابي فإنه لا شك ولا ريب أنه يقدم فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فإن الحجة والعصمة تقوم في قوله وفعله عليه صلوات ربي وسلامه.